هنا معروف الشواء، فين ما تيكونوا العرب او القبائل اللي ديال الرعي تيكون عندهم الشواء، الشيوان. دابا سير الفقير مسار تلقى الدخاخ، سير للسوق تلقى الدخاخ، الشواء الشواء تريد في البلايص اللي كان فيهم الخضرة دير. كاين الطاجين، لأنه كاين باش يديروا الطاجين، إلا مشيتي للبلايص الرعاة ما كاينش الطاجين والو، تيدلو إما ياكلوا أتاي وداكشي وهادشي ديال السيكوك وهذا الحوايج اللي مرتبطة بالرعي، واللي يشويو تلقى الناس هذاك الماكلة ديالهم كاملة تتعطل. ولا حتى الأسماء دابا، أبو الفاف، أبو اللفائف اسم عربي، تريد اسم عربي، حتى سيكوك راه اسم عربي. بينا اشنو غادي ملي غادي يكونوا الاندلسيين، والاندلسيين راه غادي يجيبوا الحلوى كنمشي يعرفوها، هادشي ديال الغريبه وكذا، غادي يجيبوا الحلوى، يجيبوا الدجاج محمر كنمشي يعرفوا الدجاج محمر، يجيبوا هاد الانواع ديال البسطيله ديال انك دير شي حاجه وتخزن فيها شي حاجه. ولاو ديك الساعه هنا تيديروا داك المسمن بالبصله وكذا، هادشي كله وافد. اما الاصل انا نقول لك الاصل هو الكسكسو اللي امازيغي، الطاجين ايضا امازيغي، العرب غادي يجيبوا سيكوك ويجيبوا التريد ويجيبوا الشوا. الكسكسو امازيغي؟ اه طبعا طبعا، كسكسو من القديم، كسكسو أكلة أمازيغية، لأن خصنا نعرفو بأنه من عهد البونيقيين والأمازيغ تيعرفو الخضرة، عرفو بودنجان والقرعة ولا الخضرة راه كانت، خصنا ما نتصوروش بأنه راه ما كانش الخضرة، وملي تتكون الخضرة الناس تايل، لذلك غتلاحظ بأنه في الجبل الفوق ما كانش يديرو الخضرة. وفي السهل ما كانش تكون الخضره بزاف، الخضره هي الدير، هي الجنانات، الناس تعرفوا يديروا الماكله اللي فيها الخضره منوعه. وبصفه عامه الا مشيتي شتي الاكل في الكتابات القديمه ما تيخرجش على الكسكسو وهذا الشيء اللي قلت لكم، الشوا والتريلو، حتى الا جا شي رحاله وصف اشنو عطاه ما تيتخرجش على هذا الشيء.